ان شاء الله يكون خير. واخا بهذيك الفرقه اللي عندنا نقدر نقول لك غيديروا شي حاجه، وكنطلب من اللعابه يترجلوا معانا وما يديروش بحال الماتش ديال روما اللي فات، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله الكاس غيبقى في الوازيس، ان شاء الله الكاس في الوازيس وغنجيبوها ان شاء الله، وديما راج ان شاء الله مربوح اخويا. وحنا راه تنشيقوا في اللعابه ديالنا، ان شاء الله الانتدابات اللي كاينين تما زوينين، ان شاء الله غادي يقدروا يعاونونا ان شاء الله مربوحه. مالونغو حنا اصلا الراجا راه كانت قبل ما يجي مالونغو، هو ملي جا عطاش هو شويه، ولكن مشى بحال هي شويه دبر على راسه. ان شاء الله الرباح مربوحه ان شاء الله. ماشي غدا ان شاء الله نهائي غيكون في مستوى كبير، عرس كروي كيشرفنا اننا نشوفوا الفريق ديالنا في نهائي كاس العرب باسم الملك ديالنا، كيحمل الاسم الملك ديالنا ان شاء الله في بلادنا. خاصنا ان شاء الله نشوشوا بهذا اللقب هذا، كنتمنوا ان الدراري يكونوا رجال يكونوا في نهارهم ان شاء الله. حنا فريق الرجاء البيضاوي معروفين النهائيات، معروفين المقابلات الكبيره، فريق الرجاء البيضاوي تكبر في المقابلات الكبرى، وان شاء الله كنتمنوا خير الدراري يتقاتلوا معنا ويكون خير ان شاء الله، ونجيبوا الكاس ان شاء الله، ونهديوا فريق الرجاء البيضاوي، ونهديوا جمهور مغربي عامة. هي مالونغو كاين ما يعوض مالونغو، كاين بن حليب، كاين الدراري 11 لاعب يكونوا رجال، تكون واحد القيشالية واللي كاين يقضي، وبن حليب ان شاء الله كنتمنى يكون في نهارو. المقابلة غدا تكون ماشي سهلة، حتى النهائي ماشي سهل، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله الرباح الرجاء ويديو لا تقراكم في المغرب، ما تكونش السعودية. فرق كبير فرق الرجاء البيضاوي، نتمنى ان شاء الله يكون اللاعبين يقضيو الغرض اللي كاين دابا، وديما ديما راجع. كنتوقعوا جوج لواحد. الماتش ديال غدا غادي يكون صعيب، ولكن حنا ثقين في اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، غادي يجيبوها فريق الرجاء فريق الالقاب. وغدا ان شاء الله ان شاء الله غدا غنفرحوا سيدنا ونفرحوا الشعب المغربي كامل ان شاء الله. الغياب مالونغو غيكون مؤثر، ولكن الدراري اللي كاينين الحمد لله عندنا فيهم الثقه كاملين، اللي كيدخل كيدير الدور اللي عليه، وان شاء الله غدا مربوعه وديما ديما راجع.